في الأثناء تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في عدد من محاور قطاع غزة. أعلنت حركة حماس أنها تمكنت من تدمير 60 آلية عسكرية خلال الأيام الثلاثة الماضية، من بينها 10 ناقلات جند. كما أكدت الحركة أنها نفذت عددا من العمليات النوعية ضد القوات الإسرائيلية وأوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوفها. مشاهدينا، وكما نتابع الآن هذه مشاهد حية من غارات مكثفة من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة بهذه القنابل المضيئة على قطاع غزة في هذه الأثناء، حيث نرى ونسمع دوي هذه القذائف الكبيرة والكثيرة والمكثفة من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة، حيث الظلام الدامس كما نرى حاليا والآن ومباشرة من قطاع غزة. وهذا ما تقوم به الآن قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من غارات مكثفة بهذه القنابل المضيئة. مشاهدينا الكرام، هذه المشاهد الحية من قطاع غزة. ها هو ليل غزة كما اعتدنا عليه، تضاء سماؤه بالقنابل الضوئية التي تضيء سماء غزة كل ليلة كما اعتدنا عليها في الأيام الفائتة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعضها عشوائي بعضها يتم استهدافه بقصد. هذه الغارات أسفرت عن استشهاد نحو 10,000 وأكثر وإصابة آخرين. في هذا المشهد الذي نراه واعتدنا عليه كل ليلة يتم إصابة الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يفرون من هنا وهناك خوفا من هذه الرشقات الصاروخية التي تهدم المنازل، التي تهدم كل ما هو حي في غزة، البشر والحجر. إذن مشاهدينا دائما يستهدفون المشافي كما اعتدنا على قوات الجيش الإسرائيلي، دائما يستهدفون الأماكن التي يحتمون بها ويقطنون بها المستشفيات وفي أيضا المقرات الخاصة بالأونر، ويقومون باستهدافها من وقت إلى آخر، وبالتالي يبثون الذعر والخوف والفرار من الأماكن التي يحتمون بها يحتمي بها الفلسطينيون. المستشفيات الفلسطينية هي هدف مقرات الأونر، وهي هدف كل حي في غزة هو هدف. وللأسف أعداد الشهداء يزداد يوما، بل كل لحظة يزداد فيها عدد الشهداء، يزداد بالتأكيد المصابون في قطاع غزة والذين لا يجدون المستشفيات التي هي في الخدمة نظرا لانقطاع الطاقة وانقطاع كل ما هو يبعث على الحياة في قطاع غزة.